اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. هنشوف مع بعض ونستعرض كل الموجود على المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا والمتعلق بترند الاهلي خلال الفتره الاخيره، سواء بعد الانتصار الاخير في الدوري العام والاستعداد لمباراه الانتاج الحربي بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا. نبدا مع بعض من الصفحه الرسميه والحساب الرسمي لقناه النادي الاهلي على تويتر، واللي عمل تصميم خاص لمباراه النهارده بين الاهلي والانتاج الحربي، وشايفين طبعا ابرز اللاعبين وطبعا بقياده فنيه لبيتسو موسيماني وكهربا وبدري بانون وعدد من اللاعبين، وايضا كمان أفشة اللي قد يتواجد النهارده في التشكيله الاساسيه. المباراه الساعه 7:30 على ملعب الاهلي والسلام، هي مباراه ضمن لقاءات الجوله السابعه للدوري العام. طيب نروح مع بعض ايضا كمان الحساب الرسمي للاهرام على تويتر، واللي كتب ان النادي الاهلي واجه الانتاج الحربي بحثا عن الابتعاد بصداره الدوري. كلنا عارفين ان في الصداره فريق النادي الاهلي ونادي الزمالك، كلا الفريقين لديهم بالتاكيد 13 نقطه، لكن طبعا النادي الاهلي بيتفوق في معدل الاهداف. الاهلي احرز 12 هدف ومنيا مرماه بهدف واحد، والزمالك احرز 10 اهداف ودخلت شباكه هدفين فقط. وفي هذه اللحظات الزمالك بيلعب مع فريق المصري، واي نتيجه سلبيه مع فوز النادي الاهلي، النادي الاهلي بالتاكيد سيتصدر المسابقه من الجوله السابعه. مهم جدا طول ما انت ماشي في كل مباراه في الدوري العام، مهم ان انت تكون متصدر، لان اللائحه السنه دي بعد الدور الاول اي ظروف قهريه منعت استكمال المسابقه هيتم اعتماد بطل الدوري من خلال الفريق المتصدر للمسابقه وقت اتخاذ القرار. طيب نكمل مع بعض ونشوف المحتوى ايضا الموجود عبر السوشيال ميديا. صفحه يلا كوره من خلالها الصفحه الرسميه على الفيسبوك بيتكلموا على التشكيل المتوقع للنادي الاهلي في مباراه الانتاج الحربي. هاني اساسي، بواليا يقود الهجوم امام فريق الانتاج. قدامنا التشكيل بطريقه لعب 4-2-3-1، محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، اثنين مساكين ايمن اشرف وبدري بانون، امامهم اثنين وسط ارتكاز حمدي فتحي وألي ديانج. والتعديلات اللي كان ممكن تطرا على التشكيل، بدايه أفشة في التشكيله الاساسيه، وامامه طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، وفي الهجوم والتر بوالي. طيب نشوف وجهه نظر فنيه اخرى، ولكن من خلال الزملاء في الوطن سبورت من خلال حسابهم الرسمي على تويتر، واللي من وجهه نظرهم شايفين ان ممكن يطرا ثلاث تغييرات في تشكيل الاهلي المتوقع ضد الانتاج الحربي. هم شايفين ان ممكن النهارده محمد هاني هيبدا في التشكيله الاساسيه، وده هيكون على حساب احمد رمضان بيكهام، كمان محمد مجدي أفشة هيبدا على حساب اكرم توفيق اللي كان موجود ثالث في نص الملعب بجوار ديانج وحمدي فتحي، وكمان شايفين ان النهارده محمود كهربا ممكن يبدا على حساب طاهر محمد طاهر. في النهايه موقع الوطن او الوطن سبورت صفحه يلا كوره، كل طبعا موقع بيشوف رؤيته من خلال متابعته للتدريبات والتشكيله الاساسيه اللي ممكن يبدا بيها بيتسو موسيماني مباراه اليوم امام الانتاج الحربي. لكن قبل المباراه بحوالي ساعه، في حدود حوالي 6:30 هنعرف كلنا التشكيله الاساسيه اللي هتخوض هذه المباراه، وبنسبه 80-90% في استقرار على شكل التشكيل اللي بيلعب بيه الفتره الاخيره. طيب نروح لحساب جول مصر على تويتر، ونشر صوره للفولت العالي محمود كهربا. محمود كهربا هو هداف الدوري المصري الحالي برصيد 4 اهداف، افضل انطلاقه وافضل بدايه لكهربا منذ ان شارك في الدوري الممتاز منذ سنوات طويله، هذه البدايه مع النادي الاهلي. وشايفين الموسم ده كهربا الحمد لله مركز بشكل كويس جدا، وده راجع لعوامل كثيره. اولا التزام اللاعب، الاجواء المحيطه بكهربا داخل النادي الاهلي فيها استقرار كبير، في التزام ما بين كهربا وما بين الاداره والمسؤولين في النادي الاهلي، ايضا كمان الاتموسفير والاجواء كمان داخل اوضه اللبس والجهاز الفني، وقبل كل ده الدعم الجماهيري اللامحدود اللي بيقدمه او اللي بتقدمه جماهير النادي الاهلي لابرز اللاعبين، واللي فيه تحدي واختبار خاص جدا لنجم كبير وامكانيات كبيره عشان يقدر يفيد النادي الاهلي ومنتخب مصر، وهو محمود عبد المنعم كهربا. فالبدايه الجماهير، ثم كل الامور اللي انا شرحتها اللي كانت مساعده للحاله اللي ظهر بها كهربا في بدايه الموسم، وبنتمنى يا رب ان لسه الموسم طويل ولسه المشوار طويل محل وافريقي نستمر على هذا المنوال، لان كهربا لو فضل مستمر بهذا الشكل هيكون ابرز لاعب في الدوري المصري وفي منتخب مصر اللي بيستعد لتصفيات افريقيه وتصفيات كاس عالم، وده يبقى افضل شيء قدمه الاهلي خلال اخر موسم للعيب كان على وشك لفتره كبيره جدا ان هو بعيد عن المنتخب الوطني، انه يقدمه ان هو يكون احد الركائز الاساسيه اللي يعتمد عليها المنتخب الفتره الجايه. وهنا النادي الاهلي زي ما قلنا مدرسه تربويه ورياضيه وادبيه وفنيه، بتقدم لاعبين لكل المنتخبات وفي كل الاعمار السنيه من خلال مؤسسه بتدير كره القدم باحترافيه وباخلاق ومبادئ النادي الاهلي. نكمل مع بعض ونشوف صفحه في الجول، اللي في الجول النهارده طبعا راسم
صورة سواء للشناوي أو حتى باسم مرسي، وبيتكلموا عن الإنتاج الحربي لا يعرف الفوز على الأهلي في آخر 10 مواجهات، 7 فوز للأهلي 3 تعادل. برأيكم مين الأقرب لحسم النقاط الثلاثة لصالحه اليوم؟ ويمكن ده قريب من الجزء اللي احنا طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم لنتيجة مباراة النهاردة. لو بنتكلم في نتائج آخر 10 مواجهات، طبعا الأهلي والإنتاج 1-1، ثم الأهلي فاز 4-0، 1-0، ثم تعادل سلبي، ثم الأهلي فاز 2-1 في مباراتين متتاليتين، ثم تعادل إيجابي 1-1، ثم آخر 3 مباريات انتصارات متتالية 2-0 2-0 و1-0، وطبعا آخر 3 مباريات النادي الأهلي بيحقق انتصار على فريق الإنتاج الحربي. طيب نروح كمان للحساب المصري الرياضي، ولكن حسابه الرسمي على تويتر، واللي كتب إن الأهلي بيجدد عقود رباعي الفريق الأول. على ذمة المصري اليوم الرياضي بيقولوا إن لجنة التخطيط أوصت بتجديد عقود الرباعي علي معلول، محمد الشناوي، صلاح محسن، جونيور أجاييه خلال الفترة المقبلة. وأنا أقدر أقول لكم إن في التوقيت الحالي لجنة التخطيط وقطاع الكورة والجهاز الفني بيشتغل على إزاي يتم التحضير لاستكمال القائمة الإفريقية في شهر يناير، والتحضير لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية. أي أمر آخر هيتم خلال الفترة الجاية ومن خلال إعلان رسمي لإدارة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، لكن كلها اجتهادات هنشوف مدى صحتها خلال الفترة اللي جاية. كمان صفحة الوطن سبورت بيلقي الضوء على جلسة مفاوضات جديدة بين جيرالدو والأهلي والأزمة في طريقها للحل. الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر بيتكلم إن في أزمة ما بين الأهلي وجيرالدو خلال الفترة الأخيرة بعد قيد ورطة بواليا، وبالتأكيد جيرالدو أصبح حاليا موجود في قائمة الانتظار. البعض اتكلم في نقطة لائحية، والبعض اتكلم في برود متعلقة بانتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي، واتحاد الكرة اتخذ قرار إن في قائمة انتظار. الأمر في النهاية طالما مفيش إعلان رسمي من النادي الأهلي في هذا الشأن، ومفيش تصريح رسمي من اللاعب بنفسه في هذا الشأن، ننتظر الفترة اللي جاية من خلال التعامل اللي هيتم بين النادي الأهلي مع اللاعب. وما بين قوسين لازم نأكد على جملة مهمة جدا، وده بيتم على مدار السنوات السابقة وفي كل العصور مع النادي الأهلي. الأهلي يقدر كل اللاعبين سواء اللاعبين المحليين أو اللاعبين الأجانب، وبيتعامل مع اللاعبين وفق العقود ووفق اللوائح ووفق إجراءات كثيرة جدا بيتم اتخاذها سواء في فترات سابقة أو فترات قادمة. وأنا أقدر أقول لكم من خلال هذا العنوان مفيش أزمة، وفي النهاية الأمر هيتم التوافق ما بين اللاعب والنادي، قد يتم إعارته، قد يتم التوافق معاه خلال الفترة الجاية. لسه انتقالات يناير مستمرة لغاية نهاية الشهر، وهنشوف الفترة الجاية اللي ممكن يحصل بالنسبة للمرحلة اللي جاية. ده كان آخر خبر معايا النهاردة في الترند الأهلي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.